للمزيد ينضم إلينا مراسل الحرة من رفح سيف السويطي. سيف، في البداية اسمح لي أن أهنئك باسمي وباسم الفريق بيوم الصحافة العالمي، كل عام وأنت بخير سيف. نعم عبد الله، يعني كل عام وأنت وجميع الزملاء وكافة الزملاء في أرض الميدان في قطاع غزة بألف خير، ونتمنى أن يأتي العام القادم دون أي مخاطر نواجهها في التغطية الإعلامية بشكل عام. نتمنى ذلك. سيف، أخبرتني مرة أنك تودع أطفالك كل يوم تذهب فيه إلى العمل، وتتفقد أيضا زملائك عند وصولك للعمل أثناء هذه الحرب. أريد أن أفهم منك عن حياتك الشخصية أكثر، كيف أثرت الحرب على غزة الآن على حياة سيف الصحفية؟ نعم، يعني عبد الله بالفعل لو تحدثنا عن حياتي الشخصية في ظل الحرب على قطاع غزة، هي أثرت بشكل كبير سواء على سيف أو حتى على العائلة وعلى أطفالي وزوجتي. أنا بالفعل عند خروجي للعمل من البيت أودع أطفالي وزوجتي بشكل يومي، لأننا نخرج للميدان في ظل مخاطر جمة، يعني نتحدث عن استهداف للصحفيين وكذلك أيضا تعمد في استهداف الصحفيين. لذلك من الممكن أن لا أعود في ظل أن جميع المناطق معرضة للقصف ولا يوجد حماية للصحفيين. صحيح نحن نرتدي هذا الدرع الواقي وكذلك هذه الخوذة، ولكن هذا لا يمنع الجيش الإسرائيلي من استهداف الصحفيين، ولدينا نماذج عديدة خلال الحرب على قطاع غزة. حتى أيضا الزملاء الصحفيين، نحن نغيب عن الميدان ونودعهم، عندما أعود للميدان مباشرة يعني أبدأ بتفقد الزملاء. أكثر من مرة صدمت عندما وصلت إلى مكان العمل أن الزميل فلان قد قتل أو الزميل فلان قد أصيب، وبالتالي حياتنا محفوفة بالمخاطر، عملنا محفوف بالمخاطر، وفي أي لحظة جميعنا معرضون للقتل أو للإصابة نتيجة القصف الإسرائيلي. وكذلك أيضا أن لا يوجد حماية للصحفيين بشكل عام. نحن حتى أيضا أستذكر عبد الله يعني نقطة هامة، عندما بدأت الحرب على قطاع غزة وبدأت موجات النزوح من شمال قطاع غزة إلى المناطق الجنوبية، أنا عندما خرجت من مدينة غزة إلى المناطق الجنوبية لم أضع على سيارتي شارت تي في، بمعنى لم أضع سيارة شارت تي في، والهدف من ذلك عدم استهدافي، بمعنى كان المشهد مريب، مشاهد النزوح من المناطق الشمالية إلى المناطق الجنوبية كانت مشاهد مريبة، وبالتالي إسرائيل كانت غير معنية بإظهار هذه المشاهد والصور، لذلك لم أضع شارت تي في على السيارة وخرجت كباقي يعني سيف. اليوم في ظل الاستهداف الإسرائيلي للصحفيين في قطاع غزة، بات من الآمن أكثر أن تتخفى كصحفي بدلا من ارتداء بزة الصحافة أو وضع إشارة على السيارة؟ بالفعل يعني عبد الله في بعض الأحيان وبعض المواقف يفضل أن تتخفى أن تكون صحفيا أو حتى تظهر أنت للجيش الإسرائيلي أو حتى لغيره أن تكون صحفيا، ذلك سيعرضك للخطر بشكل أكبر حتى في حالات الاعتقال. يعني هناك زملاء صحفيين تم اعتقالهم، وبالتالي طالت مدة الاعتقال عند الجيش الإسرائيلي نظرا لأنه صحفي، نظرا لأنه ينقل الصورة ينقل الصوت، وبالتالي هذا يشكل خطر بشكل أكبر على الصحفيين. حتى أيضا في التحركات، يعني بعض الأحيان يفضل أن لا تضع شارت التي في على السيارة التي تتنقل بها أو تتحرك بها، نظرا لذلك لأن هذا الأمر سيزيد من حجم الخطورة والمخاطر التي يمكن أن تلحق بك خلال عملك في أرض الميدان وخاصة في قطاع غزة. يعني عبد الله، طيب عدا عن الاستهداف الإسرائيلي والغارات والقصف، ما هي التحديات التي يواجهها الصحفيون في غزة في ظل هذه الحرب المستمرة لإيصال معلوماتهم للمشاهدين؟
نعم عبد الله، يعني لو تحدثنا عن التحديات التي تواجهنا كصحفيين، نتحدث في البداية أننا نعمل من الشارع في داخل الخيمة، بمعنى لا يوجد مكاتب، لا يوجد معدات يمكن أن تساعدنا في العمل ورصد المعلومات ورصد الأحداث، حتى أيضا الحصول على المعلومة بات أمر صعب، يعني نحتاج للتواصل لأكثر من مرة، خاصة في المناطق الشمالية لقطاع غزة أو حتى أيضا في خان يونس أو مدينة رفح، بعض الأماكن صعوبة في الاتصالات، المعلومة نحتاج أن نبحث وندقق بها أكثر من مرة حتى نصل للمعلومة الحقيقية والحدث كما حدث يعني عبد الله. بالإضافة لذلك صعوبة الاتصالات والإنترنت، يعني نحن نستذكر أن هناك تشويش من الطائرات الإسرائيلية خاصة في هذه الأيام في ظل تحليق طائرات الاستطلاع الإسرائيلية بشكل مكثف في سماء مدينة رفح، بالإضافة إلى عشرات المرات التي تم قطع الاتصالات سواء الإنترنت أو الاتصالات الشبكة الهواتف الخلوية عن الصحفيين، وبالتالي بات من الصعب حتى أيضا التواصل ما بيني وما بين القناة أو باقي الزملاء من أجل إيصال المعلومة. كذلك الحال نتحدث عبد الله أن بعض المخاطر والتحديات أيضا أننا في حالة نزوح وهناك مسؤولية عائلية واجتماعية تقع علينا، وبالتالي أنت ما بين خيارين العمل الإعلام والصحفي ونقل الصورة والرسالة، وبالإضافة إلى ذلك أيضا تحمل المسؤوليات العائلية في ظل صعوبة الحصول على الطعام والغذاء والماء وانقطاع التيار الكهربائي وتحديات كبيرة جدا. عبد الله، لابد أن أختم بهذا السؤال، بعد نهاية الحرب شو راح تسوي يا سيف؟ عبد الله، يمكن السؤال هذا قبل شوي كنت أوجهه للزملاء، لو أنت مش صحفي إيش المهنة الثانية اللي راح تشتغلها؟ صراحة هل ستأخذ إجازة من الصحافة؟ يمكن حيبعد عن أمر طبيعي، لابد صراحة لابد إجازة من العمل الإعلامي لفترة طويلة كمان مش قصيرة. عبد الله، نتمنى لك السلامة بكل تأكيد ولكل الصحفيين العاملين بمناطق الصراع في جميع أنحاء العالم. شكرا لك سيف صويطي مراسل الحرة، كنت معنا من رفح.